أنا كانت عندي واحد أختي كانت نية بزاف، كانت خايبة عزية وما زويناش، والظهر اللي عندها ما عند حد. وأنا الصراحة زوينة عليها بزاف، خرجت كنشبه الماما، العوينات حرشين والشفار قداش والبيوضة. صراحة الله كنت زوينة، كبرنا مع بعضياتنا. وهاد أختي كانت حنينة بزاف بزاف، ولكن من عند الله ما كنحملهاش، كتجيني في شكل بديك المحنة ديالها. تصوروا ملي كنت كنمرض، أقسم بالله كانت كتبقى سهرانة فوق من راسي، وكل ساعة كتقول لي اختي واش شوية، اختي نجيب لك تشربي. حتى كندور فيها وكنقول ليها وغير سيري بعدي مني، غير سيري تنعسي، ومع ذلك كتبقى حدايا حتى الصباح. ولكن ملي هي كتكون مريضة، والله ما كاين اللي كيتسوق ليها كاع، لا انا لا ماما، كنخليوها حتى كتصح راسها. واحد النهار مرضت مرضى خايبه 3 ايام وانا طايحه، ما قادر نتكلم لا والو غير كنرد. وقبل ما نكمل لكم الحكايه، كنتمنى اللي باقي ما اشتركش في القناه يشترك وفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد، وما تنساوش تدعمونا باللايك. كيف ما قلت لكم، واحد المرة مرضت مرضى خايبة 3 أيام وأنا طايحة، ما قادر نتكلم لا والو وغير كنرد. ماما حتى هي تخلعات عليا، ومشات ختي جابت شي فلوس كانت كتجمعهم باش تشري بيهم واحد السلسلة ديال الذهب، حيت حتى التواتل هما الاخرين وما عندهاش. جابت دوك الفلوس وداتني لطبيب أخصائي، دوز ليا ولقى عندي ميكروب في المعدة وخرج ليا الدواء، وهي اللي شراتو ليا. صراحة ما شاط ليها والو، وجابتني للدار وكتعطيني في الدواء. دازت 4 ايام وصحيت شوية. المهم اعتنات بيا دوك الايام مزيان، وكتوجد ليا الماكلة، تقولو هي الام ديالي حيت هي اكبر مني بسبع سنين. ديك الساعة كانت عندي 20 عام وهي 27 عام. داز عام وتزوجت انا وهي لا ما تزوجاتش، وهي فرحات ليا في عرسي، ما قداتها فرحة، تقولو هي اللي مزوجة. وليت كنجي للدار عند ماما وكنفوح عليها زعما مزوجة، وديما كنلوح ليها الهضرة ديال البايرات ما كيتزوجوش، وكنقول ليها فات عليك التران، وكنبداو نضحكو عليها انا والام ديالي. ومن بعد 3 سنين الزواج طلقت وجيت لدارنا، وغير طلقت جا خطبها واحد السيد جا من فرنسا، ولكن هو كان مغربي، دار مشروعه الخاص هنا ولا خانز فلوس. كانت غا خدامة عنده وشافها ظريفة وداخلة سوق راسها وخطبها وتزوج بيها، ودار ليها عرس أسطوري. وأنا في عرسها حبست الدموع غا بزز، وولات لاباس عليها، شرا ليها شحال ديال الذهب والقفاطن، وأنا شداتني الغيرة، حاولت نتقرب منه شحال من مرة ووالو. ووليت كنقول علاش ماشي أنا اللي تكون الدار ديالي والراجل راجلي. تعميت وتوسوست ومرت حيت أنا زوينة عليها، أنا اللي خاصني نكون بلاصتها. مشيت عند واحد المشعوذة باش نسحر ليها باش تطلق منه، وفعلا قالت لي نجيب ليها تصويرة عرسهم وقفلوا شي تخربيق، وديتهم ليها. وهنا فين غدا تكون الصدمة القوية بزاف اللي عمري ظنيتها. وهاد الشي راه ما كنكذبش عليكم، هاد الشي راه بالصح. المهم ملي قررت نسحر لختي باش تطلق من راجلها وما تبقاش تحملو باش نتزوج به انا، حيت ما تقبلتش فكرة انني زوينة عليها وبيضة عليها وصغر منها بسبع سنين، وتزوجت قبل منها وتطلقت في ظرف 3 سنين، وهي اللي خايبة وما فيها ما يتشاف. بقات حتى بارت ووصلت لكتر من 30 عام، عاد جا تزوجها واحد جاي من فرنسا وداير مشروعه الخاص هنا ولباس عليه خانز فلوس، ودار ليها واحد الدار بحال القصر. اش منك يا فراش، واش منك يا معن، واش حال شرا ليها ديال الذهوبات. ووليت ديما مفقوصة لدرجة مرت، حيت من صغري وماما ديما كتقول لي انتي زوينة وانتي باينة غدا تاخدي راجل لاباس عليه. المهم
حاولت نتقرب من راجلها شحال من مرة بلا فايدة، وملي مشيت عند السحارة سحرت ليها وعطاتني هذيك المشعوذة شي حاجة وحطيتها ليها في الماكلة. ومن بعد 15 يوم بدات كتمرض شوية بشوية، وكيحساب ليا شد فيها داك الشي. وملي بدات كترجع مشى هزها راجلها دوز ليها ولقاها حاملة، جا فرحان ومشى بدا كيجيب ليها داك الشي علاش كتوحم. وانا صافي شداتني واحد الفقصة والبكية، وكنتسنى امتى يشد فيها السحور باش نتهنى منها خلاص. شوية وبدات كتمرض وشدات الفراش وبدات كتمرض بالصح ميت، وراجلها ولات كتشوف فيه شوفات خايبين، وهو قال راه غير الوحم. ومن بعد 3 شهور طاح الولد وهي مازال في هذيك الحالة. ناض راجلها هزها وداها كيدوز ليها، ما خلا فين والو. اللي مشى عنده كيقولوا ليه ما عندها والو، ولكن هي مرضات بزاف وما بقاتش قادرة تنوض وما بقاتش كتنعس حدا راجلها، وقرر يديها عند أطباء مختصين في فرنسا، وفعلا اداها. ونهار كان غيديها عيطات ليا وعطاتني السوارت ديال دارها وقالت ليا: اختي وقت ما بغيتي تجيجي، الا احتاجيتي انتي وماما لشي حاجة عيطوا ليا. المهم مشاو المدة ديال 15 يوم ورجعوا، دوز ليها تما، دار ليها الراديو سكانير تلفازة وعطاوها الدواء ورجعت. وبقات هكاك لمدة 3 شهور اخرى ووالو. السيدة عاد ما كتزيد تكفس حالتها وكتمرض، وولات كتطيح وكتبدا تركل. المهم مرضات بزاف حتى ما بقاتش قادرة تنوض نهائيا. وانا امي هذيك الساعة كنا ديما عندها في دارها، وواحد النهار عاد كتعيط ليا وانا نجي عندها، وهي تقول ليا: انا صافي راني كنحس براسي اختي غدا نموت. وبدات كتبكي وكتنخصص وقالت ليا: عيطي ليا على راجلي. وجا راجلها صفر كيجري، ادخل مخلوع عليها وهي تقول لينا: جلسوا حدايا نهضر معاكم. قالت الراجلها: ما نبغيكش تجيب مره برانيه للدار حيت ما غتلقاش حسن من اختي. وقالت ليا: الله يرحم الوالدين، ما تخليهش بوحده، وقفي معاه راه ولد الناس. وهي تقول ليه تاني: سمعني انا صافي راه حسيت براسي غدا نموت، نوصيك على اختي ديرها في عينيك. وهو يقول لها: صافي سكتي، ما تبقايش تقولي هكا، انتي غدا تعيشي. وهي تقول ليا: اعتبريه امانه، انا راه كنبغيه اكثر من ما كتصوري، راه عوضني على الحنان اللي ما كبرتش فيه انا وكبرتي فيه انتي، وعوضني على الاهمال اللي هملاتني ماما وكانت مهليه فيك انتي وكتشري ليك انتي اللي بغيتي، وعوضني على الالم اللي عمرها حسات بيا كنمرض وعمرها قالت لي مالك، ولكن انتي كنتي كتمرضي كتبقى مقابلك ومهتمه بيك. وقالت لي: تهلاي فيه وما تفرطيش فيه. هو ناض تعصب وبدا كيبكي وكيقول ليها: الله يرحم ليك الوالدين، ما تبقايش تقولي هكا، انتي غدا تبراي وغنكملوا انا وياك حتى الاخر. وهي تقول لي: راه وصلنا الاخر. وقالت: حسبي الله ونعم الوكيل، يا ربي اجعل متوايا الجنة. وشهدات، وكان اخر كلامها الشهادتان، وتوفات. المهم عيطت على ماما والعائلة وكل شي جا، وقلت ليهم راها توفات، كل شي بكى عليها إلا أنا. من نهار موتها مازال حتى ما غسلوها، بديت كنفكر كيفاش نقاد الديكورات ديال الدار، وكنفكر نبدل الفراش كامل واللون ديال التلامط، وهي مازال حتى ما خرجوها تدفن. دخلت البيت النعاس ديالها ولقيتها مكفنة، بقيت كنشوف فيها وما حسيت بوالو. المهم غهزوها وداوها تدفن، ومشيت نيشان الماريو ديالها وهزيت واحد سامسونات كبيرة. اش منك يا خواتم ويا مضمات، داكشي واعر، وانا نقول هادشي زوين. المهم هزيتها وانا نخبيها،
دازت ديك 3 ايام على موتها وراجلها مازال غا كيبكي، وانا نقول ليه راه ماتت صافي، درتي اللي في جهدك، دوزتي ليها وما خليتي حتى شي حاجه، ولكن راه ربي بغاها ما عندنا ما نديرو. وهو يقول لي راني تكويت فيها، راها كل شي في حياتي، ناري ما كرهتش نطح عليه نقجو. المهم مورا موتها بثلاث شهور وبدا شويه كيرجع لحالته الطبيعيه، بقيت انا وماما تما عنده، وبديت كنحاول نتقرب منه بكل الطرق، كندير حركات مثيره وكنلبس المزير والقصير ولي شوميز دو نوي، ولكن بلا فائده. وهي تقول لي الوالده خاصنا نطيحوه في الشبكه قبل ما يتزوج وحده اخرى ونبقاو على الدص. واحد النهار حل البلاكار ديال مراتو ما لقاش الذهب ديالها، وعيط ليا وقال ليا فينا هو الذهب اللي كان هنا. قلت ليه راختي كانت عطاتو ليا قبل ما تموت باش نخزنو في الدار عندنا. قال ليا ما يمكنش، وبديت كنحلف ونعاود، وقال ليا واخا جيبيه ليا غدا. صافي اتفقنا بالليل، وفاش نعست حلمت باختي كتقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، وانه لا يفلح الساحر حيث اتى. فيقاتني ماما مع 9 ديال الصباح وقالت لي يلا نوضي عومي وقضي الغراض، انا خارجه. ومشيت هي وطليت عليه لقيتو مازال ناعس، ومشيت بغيت ندوش، ومن عند الله شوفو خسر غاب وحده ما عرفت مالو، عاد كان خدام. قلت مع راسي ديري الماء يطيب ودخلي دوشي، وداك الشي اللي درت. ويلاه بديت كنحيد في حوايجي، كنقول الا شافني هكا غيدوب، ماشي بحال هذيك اختي اللي كان مزوج بيها. ونسيت واش الماء سخون وما زدتش عليه البارد، وانا نهزو خويتو فوق من راسي سلقت، وبديت كنغوت. فاق كيجري وجل عندي وحل عليا الباب وجاب الفوطه وغطاني وخرجني هكاك للسبيطار. الجلد ديال لحمي كامل تكمش كله مشى، مشات ليا واحد العين وولات كامله بيضة، وجهي تخسر ما بقى عندي لا شعر ولا شفار، التدي ديالي لصق على لحمي وكله ولا مكمش. بقيت في السبيطار كتر من شهر، لحقاش التدي اللي صار ديالي تضرر بزاف لدرجة ولا كيتفرقع وكيخرج منه القيح والدم، وقالوا ليا باللي تربى عندي ميكروب، ومن بعد اكتشفوا عندي سرطان. ودازت 5 شهور والمرض كيتطور بزاف، وحيدوا ليا التدي ديالي، ولكن قالوا ليا ردا عليك المرض في ذاتك، ووليت شادة الفراش ووليت كنحلم باختي كل ليلة، لحمي كله خامش فيه السرطان، ما بقى ليا والو ونموت. عارفه راسي ظلمت اختي، ولكن كنت نتساهل نكون في بلاصتها حيت انا كنت زوينه عليها وحسن منها بألف درجه، وكنت من صغري كانت ماما كتقول ليا زينك غيجيب ليك راجل لاباس عليه، وكانت فيما مشات كديني وهي كنخليوها في الدار. ساعه هي اللي ربحات وجاب ليها ربي راجل لاباس عليه. عارفه راسي غلطه ولكن ما ندمتش، لا انا ما يمكنش يربحني شي واحد مستحيل، انا اللي كنت نستاهل هذاك اللي تزوجاته، الله ياخذ فيها الحق. انا كرهتها وحتى ملي ماتت ما تهنيتش منها، وكنقول لكم عافاكم دعيو معايا ربي شافيني. وهذه هي حكايتي.